السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي المعلمات، الأغلب منا عنده مشكلة في برنامج التيمز، يبغى يبث للطلاب درس افتراضي، راح يكون عنده مشكلة بالصوت إذا كان مشاركهم مقطع صوت فيديو عفوا عن طريق مثلا يوتيوب أو مقطع منزل عنده بالجهاز أو صوت أيا كان، عنده مشكلة إنه لا بث يقول الطلاب ما نسمع صوت. فالطريقة جدا سهلة، مجرد ندخل على التيمز، ادخل معه نسوي انضمام، طبعا مجرد فاتح صفحة افتراضية نجرب عليها، طريقة جدا سهلة. بعد ما نتصل مع الطلاب، المعروف عندنا هنا المشاركة، مشاركة الصفحة أو مشاركة، يطلع عندنا الصفحات كلها هنا، فاحنا بنتصفح معهم مثلا عن طريق اليوتيوب مقطع الصوت هذا أو الفيديو هذا عفوا. طبعا لو تلاحظون أطراف الشاشة باللون الأحمر، مع أن الآن البث جاري للطلاب. طيب الآن الصوت ما يطلع عند الطلاب، فجدا سهلة الطريقة، بس ترفع الماوس فوق على شيء بتحصل المستطيل هذا يطلع لك، هي بالمربع الوسطي هذا مكتوب عليه تضمين أصوات النظام. طبعا لو تلاحظون الشاشة عليها خط مقفل صوت الكمبيوتر أو النظام كامل، بس نفتحها كذا الآن الصوت طال عند الطلاب، لو تشغل المقطع كل الطلاب يسمعون الصوت كاملا. طبعا هذا على نظام ويندوز 10 عن طريق تطبيق التيمز، أما ويندوز 7 ففي مشاكل كثير بالتيمز، ولا زال نفس الشركة حدثوا النظام، فعشان كذا جدا صعب عن طريق ويندوز 7. أرجو أن يفتح الجميع، شكراً.